الكانجي هي الرموز الصينية التي تستخدم في الكتابة اليابانية، وهي تدمج مع رموز يابانية أصيلة في الغالب لتشكيل الصفات والأفعال. مثلا للوهلة الأولى ستعتقد أن هذه الرموز معقدة جدا، لكنها في الواقع أسهل مما تعتقد. تتألف رموز الكانجي الكثير من جذور أساسية محدودة، 214 جذرا، يشبه مبدأ عملها عمل الحروف العربية بطريقة ما. عندما تجمع الحروف العربية مع بعضها فإنها ستشكل كلمة. نفس الشيء بالنسبة لجذور الكانجي، وهذه الجذور ليست عشوائية، فهي تصور فكرة معينة أو عنصرا طبيعيا. مثلا هذا الجذر معناه النار، وإذا دمجناه مع جذر آخر ففي الغالب ستنتج لنا كلمة لها علاقة بالنار بطريقة أو بأخرى. مثل تلك الرموز الناتجة قد تجمع مع رموز أخرى لتشكيل كلمات أخرى، وهكذا دواليك.